المشروع جديد وفريد من نوعه، لأنه مفيش مشروع متحفي سواء مصر في مصر أو خارجها يعني ركز على الفترة العصر الحديث في إطار متحفي، مش من ناحية الأعمال الفنية اللي هي أعمال فنانين معمولة عشان تتعرض في مثلا حاجة زي متحف الفن الحديث، إنما من وجهة نظر الحياة اليومية أو الماتيريال كالتشر. ففي أسئلة طبعا بمجرد إن احنا نفتح الموضوع بتاع المشروع ده في أسئلة بتطرح على طول، يعني إيه مصر؟ يعني إيه الحديثة؟ وهنبدأها إمتى وهتخلص إمتى؟ So there's about 8 million objects in the British Museum from some of the earliest human-made objects in the world, from Eastern Africa through until objects made in the last year. Within that, we divide the collection into different areas and cultures as a way of organizing and managing it. And Egyptian objects have been a very important part of the collection since the museum was opened in 1753. And of course, have always been amongst the most popular objects in the museum. Whether it's the Rosetta Stone or the Egyptian mummies, it's what a lot of the visitors come to see. Within the Egyptian collection, we have material going from 10,000 BC, so deep prehistory, long before Egypt was unified as a country. We obviously have very famous collections from pharaonic Egypt, and probably lesser known is the fact that we have collections from what you might call Coptic or Islamic Egypt. Egypt, I think not only at the British Museum, but everywhere else, has often been treated in a very compartmentalized way. And I think you only need to come to Cairo and you see there is an Egyptian museum, that's pharaonic, there's a Coptic museum, Islamic museum, a museum of modern art. And what we wanted to do was try and break down some of those barriers and think about the much longer history of Egypt up to the present day. And to do that, we needed objects. We don't really have collections from the 20th and 21st century. الحاجات اللي هي كانت تقدر تقول عابرة للطبقات في المجتمع المصري، مكنة زي المكنة السنجر مثلا، دي كانت حاجة موجودة في كل البيوت وفي كل الطبقات، كانت موجودة في الطبقة الوسطى بتاعة الدلتا مثلا، ده كان عندنا أهلي، كان أمي كان عندها مكنة، في بيوت كل أعمامي، ده كمان كنت بشوفه في بيوت أصحابي اللي في القاهرة يعني، فإنه في حاجة كده كانت أقرب لأنها تكون يعني مسح أفقي كده لتاريخ البلد. طبعا الأوبجكت التانية بالنسبة لي يعني اللي أنا متحمس لها قوي الحاجات اللي اتعملت في مصر في الفترة الناصرية، لأن كان في مشروع واضح وطني أو مقدم نفسه بالشكل ده وعايز ينتج بنديات تغير من الحياة اليومية بتاعت المصريين، منها الراديو، مكنة الخياطة والتلفزيون وحاجات من النوع ده كتير. الحقيقة أكتر حاجة أنا حسيتها لما دخلت المعرض الاستطلاعي الصغير ده هو قد إيه مصر في القرن العشرين كانت ملتقى ل يعني أماكن كتيرة جدا، يعني بتشوف الأثر الطلياني والإنجليزي والفرنساوي وحاجات كتيرة قوي في فمسألة العولمة، يعني جايز إن إحنا كنا رواد العولمة. بالنسبة لي الحاجة الشيقة قوي في المشروع ده انه ممكن حد كل اللي هو لسه لغاية دلوقتي بيفتكروا لما بيفكر في مصر مومياوات واهرامات، ودي حاجات عظيمة ماشي، بس يعني في حاجات تانية كتير وفي حاجات لغاية يعني التاريخ استمر. ففي المكان في الاطار ده لما يشوف مكنة خياطة نفرتيتي فاللينك مع الشيء اللي هو عارفه عن مصر بس على حاجة تكنولوجيا حديثة جدا من ماتيريال
اسوسييتد مع الحداثه والحديد وباستاتيكس معينه وجماليات معينه وكل ده. ده هيغير المنظور العام في الاطار المتحفي لمكان عاده بيبقى مهمش في تمثيله في الفتره الحديثه. In terms of thinking about how you tell the story of a modern country, a present-day country through objects, you have to remember what's nice about objects is they can be read in different ways. So an object can mean one thing to one curator or one visitor and another thing to someone else, and maybe those are very contested meanings. And so it's a very interesting way of telling histories, I think. واحد من الأسئلة اللي الناس بتسألها لما بتدخل هنا هو بالضبط كده، يعني إيه اللي حديث في ده، ويعني إيه حديث، وإمتى الحداثة ابتدت في مصر. وفي الأغلب الناس بتفكر في حاجات خارجية عن مصر، يعني يقولك مثلا الحداثة ابتدت بمحمد علي، أو الحداثة ابتدت بالحملة الفرنسية. يعني أنا متصورة أن الحداثة ابتدت لما المصريين قالوا إحنا عايزين نحدث، اللي هو كان في أول القرن العشرين، المشروعات الضخمة بتاعة التصنيع وبتاعة البنوك، طلعت حرب، الإصلاح الديني، محمد عبده، مدرسة الفنون الجميلة، ده كان مصر بتقول أنا هحدث. واللي بنشوفه في الفترة دي أن الناس بتبص للقديم وبتاخد منه وتطلع للجديد. الفستان ده بيعمل بالظبط كده، بياخد التلي اللي هو حاجة تقليدية جدا وموجودة في الصعيد وعادية جدا، وبياخده ويغيره ويخليه ماشي مع الشكل اللي هو وقتها حديث، اللي هو موضة أوروبية، يعني دي كانت الموضة. So our plan with this collection is that it will come, part of it will come into the British Museum and part of it will be donated to an institution in Egypt. So the collection that will come back to the British Museum will be stored in the museum and, like all of our collection, made accessible to anyone who makes an appointment. Some of it will be used for small displays, so we'll have a small display opening in April, and will be used for other things in the future, whether it's online content, whether it's to lend to other museums, or indeed for exhibitions and displays we do ourselves. الفريد من نوعه بالنسبة للمشروع زي ده إن هو هيجيب حاجات بتوري تاريخ أو ماديات الفترة الحديثة في مكان أو بلد غير غربي، وهيحط ده في قلب متحف غربي. ده ما بيحصلش، لأنه عادة المتاحف الضخمة على مستوى العالم اللي هي أغلبها في الغرب، اللي هي بتحاول إنها مش بس تمثل تاريخ البلد اللي هي فيه، إنما كمان تاريخ العالم، اللوفر، المتروبوليتان ميوزيوم، البريتش ميوزيوم. إنما لما تتخشي وتشوفي مثلاً اللي في الصالة اللي هي لأي بلد خارج الغرب، هتلاقي كأن التاريخ واقف. هي دي لحظة الحداثة، اللي هي بالمفهوم العام هي اللحظة اللي الغرب تقابل فيها مع بقية العالم. فدي مشكلة أزلية، في إنه إحنا مينفعش في 2016 في متاحف ضخمة زي كده عندها كولكشنز ضخمة لغاية دلوقتي تبقى بلاد يعني الغير غربية ممثلة بأن هي حصل فيها تاريخ عظيم وكذا، إنما مفيش تكملة.